ما بعرف، انا حسيت اكثر شيء الهيبه. انا عندي يا رقم اول بقيت مثل مع سيرين عبد النور، بس لهلا قصته مرسخ بالذاكره. بس تيم حسن ما انتشر او ما نعرف عن طريق مصر ولا لبنان ولا اي دوله عربيه، يعني هو انتشر وهو انعرف من الدراما السوريه. تيم حسن من الفنانين السوريين اللي حققوا انتشار كتير كبير بالعالم العربي، قدم كتير أعمال بالدراما السورية، بالدراما العربية المشتركة وحتى بمصر. خبريني برأيك أنه مسلسل بمسيرة تيم حسن حقق له شهرة كتير كبيرة؟ الهيبة ناجح، أنا عندي يا رقم أول، عمل ضجة كبيرة بالوطن العربي كله مو بس هون. أنا عجبني كل الأجزاء، شجاعته حلوة، يعني علاقته بأمه حلوة، يعني مسلسل حلو بشكل عام. عبود بالانتظار كان حلو كتير كمان. ليه؟ مسك الدور، يعني وقت ينزل شرير بيكون شرير، وقت بيكون لطيف بيكون لطيف، يعني هو ممثل سوري رائع، يعني لابسه الدور كان، يعني مو اي ممثل بيقدر يعني يكون هيك. اولا تيم حسن ما اشتغل بداياته، خلينا نقول تيم حسن اشتغل اعمال كتير مهمه هون بسوريا، تمام، واول عمل له يمكن كان الزير سالم شخصيه جرو، تمام. فتيم حسن ما انتشر او ما نعرف عن طريق مصر ولا لبنان ولا اي دوله عربيه، يعني هو انتشر وهو انعرف من الدراما السوريه. مثلا عندك زمن العار، زمن العار من الاعمال اللي قدم تيم حسن بشكل كتير قوي. يعني مسلسل نزار قباني كان هيك اخذ الدور مزبوط لابق له، كلنا بنحب نزار قباني وهو مبدع فاتقن الدور تمام. يعني هلا بالنسبة لإلي أنا بحس الفنان تيم حسن مسلسل الهيبة كان كتير قوي، كانت شخصيته قوية بتمثله فعلا، ما بعرف أنا هيك حسيت، ولابق له كان هالدور، يعني لابسه لبس حتى، يعني عنا في شباب قلدوا الكاريزما، كاريزمة الشخصية قلدوها بشكل حلو، بس طبعا ما لبقت غير لجبال. أما المسلسلات القديمة في عندك مسلسل العار، زمن العار، زمن العار كتير حلو كمان كان. الهيبة بس وقت مثل مع سيرين عبد النور، بس لهلأ قصاته مرسخ بالذاكرة، بس مع أنه مثل مع كتير، مع نادين نجام وكتير بالهيبة، بس أكتر شيء مع سيرين إيه حبيناه أكتر. أكتر مسلسل انشهر فيه الهيبة طبعا، وكان في عنا هذا القديم شوت عبود دور الانتظار، كمان حقق له شهرة كتير كبيرة يعني، وكان دوره كتير حلو فيه، عم يساعد أهل حارته وهيك يعني، فدوره كان يعني بيرسخ إنه الشاب الشهم اللي عم يدافع عن أهل حارته وهيك، يعني كان كتير الدور حلو، بس بالهيبة طبعاً أحلى. في أسد الوراء كمان، هذا اللي ضرب يعني شهره، بيمثل كان دور إنه هو فقير مثلاً، وشو اسمه آدمي درويش، العالم عم تساعده، هو سبحان الله يعني شو ما كان بالباله، يعني لو كوميدي كمان بيمشي معه. هلا اكثر ما بعرف، انا حسيت اكثر شيء الهيبه، انه ضج كثير، يعني عمل ضجه كبيره واكثر من جزء وتعلقنا فيه وصرنا نتابعه اكثر، فبعتبر انه هذا اكثر مسلسل يعني. هلا هو بالهيبه انشهر اكثر شيء، بس انا بحبه بدور عبود بالانتظار، بحب حارته بس مش كلجي، حلو فيه كان، يعني مو مثل هلا الادوار الحاليه، يعني كان نبذه. هلا انا حسيت شهرته بالهيبه بلبنان، انا حسيت هاي الشهره انتشر يعني كان مسلسل مشهور، وهو من وقتها يعني اشتهر وصار له اسم اكبر. الهيبي كان كثير حلو وهيك قوي، وكان كثير هيك بطل فيها، يعني بس بالهيبه بحس اكثر شيء انه هذا المسلسل اللي شهره كثير العالم، صار له اسم من بعده.